قال الله عز وجل. فاتصلت واحدة احدى النساء قالت يا شيخ قلت نعم. قالت انت تكلمت عن الرب عز وجل. انا تقول مبتلات بمرض تزوجت، تقول تزوجت زوجي قبل 3 سنوات وبعد الزواج ب3 أشهر تعبت ومرضت، فلما ذهبت للمستشفى اخذوا التحليل مني ومن زوجي، وجد ان زوجي سافر الى خارج المملكة واتى بمرض ونقله الي بعد الزواج. تقول والله يا شيخ لنا 3 سنوات الان، لنا 3 سنوات شرق غرب انفقنا 1,500,000 ريال على العلاج ولا علاج. وانت تكلم عن ربنا سبحانه وتعالى. قلت والله اني صلت. حنا عندنا كلمة يا اخوان كل يوم نقولها 100 مرة. ما هي؟ لا اله الا الله معي وحده، ايش؟ لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو ايش؟ صح على خير، صح يا جماعة، وهو على كل شيء قدير. قلت بس شوفي ترى، يقول ابن الجوزي رحمه الله: اعطوا الله ما يحب يعطيكم ما تحبون، استجيبوا لله إذا دعاكم يستجيب لكم إذا دعوتموه. فقلت له يا شيخ، قلت له أبغى منك 4 حاجات، ربنا إذا ترضينه يرضيك، إذا أردت من الله شيء أعطوه شيء يا شيخ، الله ما يعطيك كذا، لازم تقدم شيء حتى يعطيك الرب سبحانه وتعالى. فقلت له، قالت إيش أسوي؟ قلت الله أول شيء أبغاك على الأسبوع هذا كامل على وضوء 24 ساعة، أنت وزوجك، ناموا على وضوء، كلوا على وضوء، خلوا أربع، كل ما حدث توضوا على طول. الثاني كل ما فكرتوا بالمرض أعطوا الله تعالى أحب شيء، أحب الكلمة الله، الكلمات الله إيش؟ سبحان الله والحمد لله الله الله أكبر. كثروا قلوها إلى 50 مرة، إلى 60 مرة. الثالث تصدقوا، دعوا مرضاكم بالصدق أن صح الخبر. الرابعة أكثر مدح الله عز وجل، في البخاري ومسلم: يا أمة محمد لا أحد أحب إليه المدح من الله. فقلت يلا اشتغلوا لله شوفوا كيف الله يعطيكم. والذي رفع السماء بلا عمد، والذي يسمعني وإياكم يا أهل الرياض الآن قسما بالله العظيم إنه 4 أيام وتتصعق. قالت يا شيخ أحس إني مرتاحة أنا، ادعي لي. قلت أنت عندي الحين أنت مرتاحة مع الله، ادعي لنا أنت. بعد 5 أيام أو 6 أيام أرسلت رسالة قالت اتصل توي جاي من الدكتورة. كانت تقول في وحدة دكتورة مشرفة على علاجنا منذ بداية المرض. والله يا أخواني مدقت علي بيض الله وجهها، اسمها منورة، الله يبيض وجهها، قول أمين. يثبتني على الحق وجميع المسلمين، بس بعض الناس يعرف الحق، هي منهم الله يثبته. قالت إيش؟ تقول والله يا شيخ لسه جاي من الدكتورة، تقول أنا وزوجي أخذت التحليل منا الدكتورة وذهبت إلى المختبر بعد ربع ساعة جت وقالت اجلسوا أبروح أجيب المصحف. قلنا ليها المصحف؟ قالت أريد أن أقسم لكم بالله العظيم ما في أي أثر المرض في جسدكم. 5 أيام بس ب4 كلمات مع الرب سبحانه وتعالى. شوف الكرم، لا إله إلا، حدث عن كرم رب العالمين ولا حرج، حدث عن قدرته ولا حرج، بس كيف يعطى الإنسان؟ واحد تكلم هالأيام يا إخوان، امرأة قبل تقريبا 1.5 شهر، تقول يا شيخ أنا تزوجت قبل 6 شهور. تقول بعد الزواج، تقول كان لي علاقة مع شاب قبل الزواج، كنا نطلع احنا وياه صور، تقول ما حصل الشيء لأن أنتم متخابرين أنتم إن شاء الله، اللي يعني مفهوم ذاك، لكن تقول معه لي صور، تقول بعد الزواج الآن أتصل عليه أقول له عطني الصور، يقول لا خليهم ذكريات. ودي يعطيني اياهم رفض. قلت له تبي، قلت له تبين الله تبين الرجال يعطيك الصور؟ قالت ايه. قلت ابغى اطلب من الصلاه. قالت وشو؟ قلت لا تكلمينه ولا تتصلين فيه، ابغى الكلام والاتصال خليه مع رب العالمين، ابغى واعطيها الاربع ذولي قلت لكم قبل شوي واعطيها. قلت اشتغلي بهن احذري تدمع عينك تسمع المكالمه معه، احذري ترجينه بقلبك، خلي رجاءك ودموعك وبكاءك وخشيتك لرب العالمين سبحانه وتعالى. والله العظيم يا اخوان بعد 4 أيام 3 أيام استغفر الله تكلم عليك ابو عمر. قلت سم، قالت يا شيخ اخربت. قلت وراه؟ قال تكلم علي، قال الحين ما اعطيت الصوره لما تطلعين، نبي ناخذ راحتنا. قلت شو تدري؟ قلت له تدري ايش القضيه؟ قالت ايش القضيه؟ قلت الان ابليس عرف انك قربت الى الله عز وجل وعلم ان الله تعالى سوف يعطيك اللي تريدين، فالان ابليس يحاول يخربها قوه. لا تطيعين، لا تكلمين، لا ترجينه، خلي اذا زيدي باللي اعطيتك، كثري منهن. والذي فلق البحر الموسى قسما بالله العظيم يا اخوان، انا حلف لله لان هالاخبار دي قد ما يصدقها بعض الناس. والله ان ترسل رساله تقول انا بمكه، والله اني معي اصفر، اني قاعد في البحر ادعي لك، بيض الله وجهه، الله يجزى عنا خير. يا اخوان من يعرف الله؟